السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ سيما. فيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم فيه طريقة تحضير بسبوسة بدقيق الفينو وبالمندرين. كتجي لذيذة منعسة، ريحتها كتشهي. كنتمنى تجربوها سواء الفطور او اللومجة، وكذلك الضيافة كنقترح عليكم ديروها باحزام فردية وتزينوها بالمكسرات، كتجي لذيذة بزاف. انا جربت هاد النوع هذا وجا رائع في المذاق ديالو، فكنتمنى تجربوها وتتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا كل مراحل الوصفه. وكندعوكم للاشتراك الا كانت اول مشاهده لكم القناه، والبارطاج الوصفه والقناه مع المعارف ديالكم ومع الاصدقاء. ندوز دابا على بركه الله نكتشفوا مراحل الوصفه. عندي بالنسبه للمقادير جوج حبات ديال البيض، كاس ديال السكر الخشن، كاس ديال الماء، وكاس الا ربع ديال الزيت. غادي تعبروا كل شيء بكاس واحد، يعني سواء ديال العنبه او لا غير العنبه. عندي جوج كيسان ديال الدقيق الفينو، وكذلك كميه من الكاكاو، جوج خمارات ديال الحلويات من وزن 7 غرام، وكذلك عندي ثلاثه ديال القطع ديال المندرين. حيت لهم غير ديك الخيط اللي كيكون فيهم في الوسط وقطعتهم هكا، والا كان فيهم العظام فغتحيدوا لهم العظام. دوزوا دابا على بركه الله لطريقه التحضير. كندير الماء، كنضيف عليه قطع ديال المندرين، وكذلك كنضيف عليه السكر الخشن، وغادي نطحن هاد المكونات جيدا حتى كيتطحن ليا هذاك المندرين وما كيبقاش ليا باين ليا في الخليط. من بعد غادي نضيف عليه البيض، جوج حبات ديال البيض، وكذلك غادي نضيف عليه الزيت، يعني قلت لكم كاس الى ربع ديال الزيت، والمكونات كلها كتعبروها بعبر واحد. غادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى كيمتاجوا ليا، ماشي بالضروري يعني حتى يضاعف ليا الحجم ديال الخليط اولا شي حاجه، فقط غير ينتج ليا البيض والزيت، المكونات كتنتج مع بعضياتها. صافي ديك الساعه غادي نحيد هذا الخليط من الخلاط، وغادي نديره في واحد الاناء باش نضيف عليه ديك الساعه الدقيق الفينو مع خميره الحلويات. ضروري بالنسبه لخميره الحلويات ما ديروهاش مباشره في الخليط باش باش يكون المفعول ديالها احسن، كديروها فوق شي ماده اللي كتكون غادي تبني عليها هي داك الاختمار ديالها. يعني مثلا كنا دايرين الدقيق نديروها فوق الدقيق، حنا دايرين هنا الفينو فغادي نديروها فوق الفينو، وعاد باش غادي نديرو عليها البقيه ديال الفينو باش ما تكونش اتصال مباشر مع الخليط وتعطي مفعول احسن. فكندير دقيق الفينو ديال الكاس الاول، كندير فوق منه خماره ديال الحلويات، ومن بعد كندير الكاس الاخير ديال دقيق الفينو، وكنبدا كنمزج هاد المكونات. هو الدقيق الفينو داير بحالو بحال السميد، لانه سميد رقيق مطحون، فهو غادي من بعد غادي يتشرب الخليط وغادي يبدا غادي وكيتقال. كل ما خليتوه كيرتاح كل ما غادي يزيد يتقال. حنا ما غاديش نحتاجو نخليوه يرتاح، فقط غادي نمزجو هاد المكونات جيدا حتى يمتاجو لينا. ومن بعد كناخذ واحد الانيه اللي غادي تدخل للفرن، يعني على حسب نتوما واش غادي ديروها في دائري كيف ما درت انا، اولا ديروها في القالب العادي ديال الكيك وتدخلها للفرن، ومن تخرج كتسقيوها بالبرتقال ولا تسقيوها يعني على حسب الرغبه. المهم انا درتها في انيه ديال الفرن دائريه، القطر ديالها تقريبا واحد 34 سنتيم. كنوزع عليها كميه من الخليط، وكنخلي واحد الكميه اللي غادي نضيف عليها الكاكاو حتى يتغلق لي اللون، يعني ماشي بالضروري ملعقه كبيره اولا، المهم واحد الكميه حتى كيتغلق لي اللون ديال هذاك الخليط، عاد باش كنحركو جيدا حتى كيمتاج ليا. ومن بعد كنديرو في اما في سورانغ اولا في جيب حلواني اولا في بلاستيك كيف ما درت انا، كتقطعو وكتبداو كديرو دوائر كترسموها فوق الخليط ديال السبوسه، دوائر عشوائيه كتبقاو كدورو، محاولو ديك الفتحه تكون مقاده باش يجيكم الدوائر متقونين. صافي وكتديرو غير دوائر هكا عشوائيه، راه من بعد منين غادي نديرو لهم العود باش نقادو هذاك الشكل اللي كيجي فحال العنكبوت، فغادي العود غادي يقادهم. صافي ديك الساعه كنبقى ناخذ واحد العود، انا خديت كيغدون، تقدروا ديروا سكين وكتبقاو كديروا ديك الخطوط المتعاكسه، خط وكيجي عاوتاني كتمشيو من الوسط للجوانب، من بعد كترجعوا من الجوانب للوسط. ملي كنساليو كندخلوها الفرن مسخن على 180 درجه، اولا اللي عنده فران ديال الغاز فكيطيبها طياب الكيك، كيطيبها على فرن مسخن من قبل على عافيه مهيله، وحتى تطيب من الاسفل، وعاد باش كتشعلوها على الفوق باش تحمر.
من بعد ما كنخرجوها من الفرن فكيكون هذا هو الشكل ديالها. انا دهنتها بالعسل وزينتها برقائق ديال الفول السوداني محمره، فلكم الاختيار، تقدروا تسقيوها بالشربات. فانا كميه منها كان الزوج ديالي قال لك كيفضلها بالشربات، كيبغيها معلكه، فسقيتها ليه وانا فضلت خديت كميه ديالي في حال هكاك بلا ما نسقيها. فلكم الاختيار نتوما شنو كتبغيو، مع من غتكونوا معايا ولا معاه. فكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، فعلا لذيذه وسهله في المتناول. وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم الطيبه واللي كنشكركم بزاف عليها، وكذلك كنشكر كل البنات اللي كيبارطاجيو الوصفات في مواقع التواصل مع الاهل ديالهم وكيدعوهم انهم يشاركوا في القناه. كنشكر الكل وكندعوكم الى كانت اول مشاهده لكم القناه تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقوا توصلوا بجديد القناه بحول الله. والى الملتقى مع وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.